خبراء يوضحون أهداف المغرب من الحصول على قمر صناعي إسرائيلي. قال خبراء إن القمر الصناعي المقرر أن يحصل عليه المغرب خلال سنوات من إسرائيل يؤدي مهاما دقيقة. تداولت وسائل الإعلام معلومات حول اتفاق بين المغرب وإسرائيل يقضي بتسلم الرباط قمرا صناعيا من شركة صناعة الطيران والفضاء الإسرائيلية في إطار صفقة بلغت قيمتها مليار دولار. ونقل الموقعان الإخباريان المغربيان عن مصادر إسرائيلية في الرباط قولها إن العقد ينص على أن توفر الشركة قمر التجسس أوفيك 13 الذي هو من المقرر أن يحل محل قمرين صناعيين من إنتاج إيرباص وتاليس. وأفادت الشركة الإسرائيلية بأنها أبرمت عقدا بقيمة مليار دولار لتوريد أحد أنظمتها إلى طرف ثالث لكنها لم تحدده. تأتي المعلومات التي جرى تداولها في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الأمر الذي أثر العديد من التساؤلات بشأن مسار الاتفاقيات الموقعة بين المغرب وإسرائيل وخاصة الجانب العسكري والاستخباراتي. وكانت إسرائيل والمغرب قد وقعتا في عام 2021 اتفاقية دفاع تغطي الاستخبارات والتعاون في الصناعات والمشتريات العسكرية، تسعى من خلالها الرباط لتوطين الصناعات العسكرية وفي مقدمتها الطائرات المسيرة.